السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة شهر رمضان معانا هديتين، الهدية الأولى أقولها دلوقتي والتانية في آخر الفيديو. أما بالنسبة للهدية الأولى، لو أنت بتتعلم إنجليزي من البيت فأنت كده مشاكلك كلها بتتلخص في مشكلتين. أول حاجة الممارسة، متلاقيش حد تمارس معاه. تاني حاجة المتابعة، متلاقيش حد يتابعك ويقولك اللي أنت عامله صح ولا غلط، ولو غلط إيه الصح بتاعه. فأنا إن شاء الله بإذن الله أعالج لك المشكلتين دول. إزاي؟ هيكون عندنا يومين للدراسة، واحد هنزل فيه محاضرة والتاني هتابعك فيه. ازاي برضو؟ بالنسبة للدراسة هتكون يوم السبت هنزل محاضرة، المحاضرة دي هتكون متقسمة 3 اجزاء، هيكون فيهم كل مرة حوالي 20 كلمة جديدة. الجزء الاولاني من المحاضرة هيكون قصة فيها 20 كلمة هنطبقهم فيها، تاني حاجة هتكون محادثة فيها 20 كلمة هنطبقهم فيها، تالت حاجة بقى هديك اشهر جمل، هناخد كل مرة 5 جمل من اشهر جمل بنستخدمها في حياتنا اليومية اللي انت محتاجها يوميا. طيب الجزء الثاني او اليوم الثاني اللي هو يوم الجمعه ده هيكون يوم المتابعه، وهيكون عن طريق برنامج زوم، هنلتقي فيه بطريقه مباشره، هشوف فيه اللي انت عملته كل مره وهل هو صح ولا غلط، واعلمك ايه الصح من الغلط وازاي تعالج الاخطاء اللي عندك. طيب ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك 5 حاجات. اول حاجه تحمل برنامج زوم، ولو مش عارف تتعامل معاه هنزل لك فيديو اسفل الفيديو ده يعرفك ازاي تتعامل معاه، ولو ما عرفتش تتعامل معاه ممكن تتواصل معايا. تاني حاجة الالتزام، ويكون معك كشكول كده محترم تكتب فيه كل حاجة في المحاضرة، والحاجات اللي هتطلب منك خلال الأسبوع هتعملها في الكشكول ده. تالت حاجة في 3 سلاسل كانوا اللي هم التمهيد الأولاني والتمهيد التاني والمشاكل وحلها، ياريت تبقى تطلع عليهم من وقت للتاني عشان فيهم أساسيات كده ممكن تعدي علينا مش هناخدها بالتفصيل عشان احنا قلناهم بالتفصيل في الفيديو ده زي الحروف مثلا. رابع حاجة ياريت تشترك في القناة عشان مفيش أي حاجة تفوتك لما تنزل، وياريت لو تعمل شير للفيديو ده عشان يوصل للناس كلها. خامس حاجة هقولها بقى بعد الهدية التانية. بالنسبة للهدية التانية، طبعا لما كنت بنزل فيديوهات في الأول على القناة كانت بتبقى بالشكل ده، فمتبقاش جذابة أو ممكن ما فيها معلومات كويسة، بس متبقاش جذابة أوي لأن ما فيهاش بصمة كويسة أو صمنيل كويسة اللي هي بتبقى الصورة اللي على الفيديو. فأنا رحت لحبيبي الأستاذ محمد مصطفى قلت له أنا محتاج أعمل صورة للفيديو، طبعا مش كل مرة هاجي أعطلك، فياريت تعلمني إزاي أعمل صورة للفيديو. الراجل مشكورا قعدني معاه ساعتين عرفني أعمل إزاي، والنتيجة طلعت زي ما حضراتكم شايفين كده كل الفيديوهات عليها صور جذابة وكويسة. طب أنا قلت له طب أنت مش هينفع تقعد في البيت كده، لازم نفيد الناس. فهو وافق إنه يعمل معانا كورس فوتوشوب هيكون بجانب كورس الإنجليزي. فإحنا كده بقى عندنا كورس إنجليزي من البداية في متابعة، وكورس فوتوشوب من البداية في متابعة. المطلوب منك ايه اللي هي رقم 5؟ المطلوب من حضرتك هتلاقي تحت الفيديو ده الواتساب والفيسبوك والتليجرام بتوعي، هتبعت لي رسالة فيهم اسم حضرتك رقم الواتساب والكورس اللي انت عايز تاخده لو كان انجليزي او فوتوشوب، وهتقول لي انا اسم كذا وده رقمي ومحتاج كورس فوتوشوب او انجليزي، وانا اتواصل معاك. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان ما يفتكش اي حاجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.